أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: المشركون يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله، فكيف نقول إنهم جعلوها لله ندا؟ لأنهم صرفوا لها من العبادة، يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بقبورها، فجعلوها ندا لله، لأنهم يتقربون إليها بالعبادة كما يتقربون إلى الله، ويرجون منها ما يرجونه من الله من إنزال المطر وشفاء المرضى وغير ذلك. نعم.